اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في قناتنا على اليوتيوب، قناه اون نيو. والنهارده هنقدم لكم شرح ازاي تعمل اكتر من قناه على ايميل واحد، على ايميل جيميل واحد او ايميل جوجل واحد. دي القناه بتاعتنا اللي احنا فاتحينها وشغاله بالفعل اهيت. عايزين نعمل بقى الايميل التاني، بنضغط هنا ونختار اعدادات ديت، اعدادات يوتيوب، بيفتح لنا القايمه ديت. دي القائمة اللي فتحها لنا اهيت. بنيجي على الاختيار الاخير ده، عرض كل قنواتي او انشاء قناة جديدة، بنضغط عليها. بمجرد ما نضغط عليها بيقول ان في هنا اهو في قناة موجودة اهي، ولو عاوز انشئ قناة تانية بختار له انشاء قناة جديدة. هنا بيقولي حدد اسم القناة اللي انت عاوزها، نكتب اي اسم كده احنا عاوزينه. كده مثلا اي اسم احنا بنجرب بيه، طبعا ممكن نحدد الفئة بعد كده من القناة. بضغط موافق على بنود الصفحات وبديله تم، وبيبتدي بقى ينشئ لي القناة اللي أنا عاوزها. كده أنا عملت القناة الجديدة على نفس الإيميل. لو ضغطنا هنا، هلاقي دي القناة القديمة ودي القناة الجديدة. أخش بقى على القناة الجديدة بتاعتي اللي أنا عملتها. كده في قناتين على إيميل واحد. كده انا عملت القناة الجديدة بتاعتي ودخلت عليها اهوت. ادخل بقى على الاعدادات بتاعة القناة، بدخل على اعدادات القناة من هنا، زي ما عملنا في القناة قبل كده. لو عايز تغير الاسم من هنا، عايز تغير الصورة بتاعة القناة من هنا، شرحناها قبل كده. بنختار مصر، بنكتب الكلمة الرئيسية، مثلا أخبار مثلا. هنا برضو لو عايزين نشترك في أدواردس للإعلان عن القناة بديله حفظ. بدخل على الحالة والمميزات، اعمل اثبات ملكية للقناة. بنختار ارسال الرسالة عبر الرسالة النصية، بيقول لي اكتب رقم الهاتف. هنا رقم الهاتف تحت اهو، بختاره. كتبت رقم الهاتف، بضغط ارسال. هو كده بعت لي رمز. بضغط ارسال، يقول لي تم اثبات ملكيتك للقناة. بضغط متابعة. كده تم إثبات ملكيتي للقناة. أقدر دلوقتي أرفع فيديوهات بمساحات كبيرة على القناة، مش هيرفض معايا. بعد ما خلصنا إثبات الملكية للقناة بندخل على تحقيق الدخل، بنضغط على تمكين، وبنشوف البنود اللي عاملها لي في تمكين، لازم أفتحها وأقراها. وأطلع أضغط على تمكين حسابي وأعلم على الثلاث اختيارات دول إن أنا بوافق على شروط جوجل، وبضغط أوافق. وأعلم أفهم ذلك، أضغط عليه.
كده انا خلاص القناة بتاعتي ممكنة ومفعلة لتحقيق الدخل، واشتغل بيها وارفع بيها كل انا عايزه. ده الشرح بتاعنا، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. ولو عايز يوصلك كل فيديوهاتنا اضغط سبسكرايب او اشتراك.